السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم. راح تكون جولتنا بإذن الله من حي الزهور، وراح نطلع إلى أعلى هذه القمة لنغطي لكم بعض أحياء مكة المكرمة والإطلالة الجميلة على الدار الثاني وحي الخالدية والحرم المكي الشريف. ابقوا معنا في هذه التغطية ونتمنى أن تحوز على رضاكم واستحسانكم. طبعا وصلنا إلى أعلى قمة في حي الزهور، وهو مطل على أغلب أحياء مكة المكرمة، ابتداء من حي المسفلة. طبعا أمامنا الآن الدائري الثالث، هذا أمامنا الدائري الثالث، حي الخالدية، وهذا جامع الإحسان لمدخل الشوقية، وهذه صورة جميلة لحي الرصيفة وحي الخالدية، أحد المساجد القريبة للدائرة الثالث، وهذه على حي الشوقية. وهذا جامع الإحسان ومدخل الشوقية. نسأل الله لهم السلامة. أحد الحوادث في شارع أو طريق الدائري الثالث، أحد النوادي الرياضية الموجودة في حي الشوقية والتابع لنادي اللياقة البدنية، جزء من حي الزهور المقابل والمواجه لحي الشوقية.
إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا في حي الزهور، أتمنى أنها نالت على إعجابكم واستحسانكم. نعدكم بالمزيد والأفضل في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمدا رسول الله ويقيدي، أدنو إليه ساجدا بجبيني، اقبل صلاتي وللصواب اهديني. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الأمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الأمين. يا ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الأمين. حروف كتابك مهتدي، ومقتدي بنبيك الأمين.